اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه 37 من الوك ثرو لدارك سولز 2. معكم جيمي، يلا نبدا. الحلقه الماضيه خلصنا رايز اوف ذا ديد، وعشان الوقت رجعت على ثينكس بيتويكس وجيت هون عشان اقتل البيرسور اللي بيطلع، ولكنه قتلني لانه اصعب من غيره، فبدي احاول اقتله هلا. انا استل مع انه الباري اسهل اشي للبيرسور. ايه سو فار سو جود. بيرسور هذا اصعب من غيره، دمج كثير اعلى. طبعا انتبه هون لانه الارض بتخلص فعادي توقع وتموت، فانتبه. اوكي مات. طبعا كالعادة بيعطينا تويكلينج تايتانايت. هلا هون بتلاقي تابوت، هذا التابوت وظيفته لما تعمل اكزامين بتفوت جواته، لما تفوت جواته بيطلع لك كاتسين، بتطلع بتنتبه انه ما صار اشي، ولكن فعليا وظيفته اذا انت بتلعب ميل بيرجعك بحولك بنت، اذا انت بتلعب بنت بحولك شب. فبس اوكي هيك خلصنا هذا المكان. هلا بامكاننا نروح شو اسمه نكمل بي اندر كريبت. طبعا لا تنسى انه هون عندك تروفي، هاي التروفي انك تولع كل البونفايرز الموجودين، كل التورتشز هدول بس تولعهم كلهم بيطلع لك ام بي سي، هذا الام بي سي اقتله وامورك تمام، تاخذ التروفي مجرد ما تولع كل التورتشز. اوكي اندر ذا كريبت مكان كلياته عتمه. راح تحمل تورتش، راح تلاقي برضه تورتشز تولعهم، ولكن كل تورتش بتولعه راح يطلع قدامه انفيدر تمام، فبدك تحاول قدر الامكان انك ما تولع التورتشز هدول، خصوصا انا في حالتي لانه التورتش اللي معي خلصوا، للي متابع معي عرف انه التورتشز تاعوني خلصوا ات سام بوينت في معي، لاني كنت طالع من الجيم وكنت اي اف كي. فهلا بنحكي عنها اكثر واحنا جوا. الحلقه الماضيه اخذنا شارد فخلينا نستخدمها. اوكي خليني برفع تو ليفلز بهدول. 1 ليفل اوكي ماشي. تمام من هون خلينا نروح على اندد كريبت على الانترنس. اوكي راح استخدم اف جي، ما في داعي بس راح استخدمها. اوكي ديفنتلي راح اخذ معي تورتش، التورتش ما راح يكون لكل المنطقه. لا تنسى هون على الدرج على اليمين في لوت، انا اوريدي اخذته بس اجينا هون المره الماضيه. يعني داخلين على مقبره فكل اشي جوا عتمه. طبعا في عنا سيان نايت 2 والله تعرف شكلي بدي ارجع للجريت سورد. بدي ارجع للجريت سورد لانه هذا مش عم بيعمل انف دمج، شكلهم عاملين له نيرف في فترة من فترات حياتهم. وينفات ترولينج. اوكي كوني فات ترولينج راح البس اي شيء ثاني. اوكي تمام. في عندك هاد.
undead. هلا طلع هون في عندك زي باب، ولكن حتكتشف انه هذا مش باب، هذا عبارة عن انمي حامل تو شيلز. اضربه ضربتين المفروض يبلش يتحرك. طبعا هذا الزلمة هي هيتس لايك اتراك. اوكي هيو مات. هلا الغرفة هاي راح يكون فيها اندد، راح يكون فيها جرار بتطلع فاير، وراح يكون فيها تو كاسترز. فاول اشي راح نعمله بدك تركض على اليمين، بعدين اركض على الشمال، نقتل الكاستر الاول. اوكي اذا هدول لحقوك استخدم هاي هذا العمود عشان تعمل لص. اوكي هلا روح اقتله 100%. خذ اللوت. اذا منتبهين هون في سامون ساين اب تو يو، بدك تجيبه معاك جيبه، ما بدك اوكي. ديفوتيك سكارلت جيبها عشان تساعدنا. تعال امشي هون. اسمع في واحد عم بيحكي معك. Do not produce light. اوكي عم بحكي لك اوعى تولع فاير، والنار اللايت وكل واحد حامل لايت هون ان ويلكم. هون زي ما شايفين في عندك هدول، ما تقتلهم خليهم لانهم صعبين خليهم. اوكي هون بتاخذ لارج سول، بتيجي هون هذا الشخص اللي كان يحكي معك يحكي معه اكدين جارديان اوف ذا كريبت. بحكي لك انه في كثير ناس ماتوا هون و they died in peace وعايشين بالكومفورت اوف ذا دارك. اوكي فلو استخدمت اللايت هذول راح يصحوا. عم بحكي لنا اذا انت جاي عشان فيندريك you will find him deeper inside. احكي معه عنده جستشر هاف ميرسي، تعلم الجستشر. ببيعك رينج اوف ثورنز بلس 1، طبعا ببيعك دارك اروز هيومن افجي ومشروم زائد هدول السبيلز. اوكي احكي معه. تمام فبمجرد ما حكيت معه اذا عندك شيء بدك تشتريه جو اهيد. هلا عم بحكي لك انه هون في كثير ناس ميته وعايشين في الداركنس، فاذا ضويت الضوء اللي راح يصير انه راح يبطلوا عايشين زي ما بدهم. فهون هذا التورتش مثلا لو تولعه هون راح يطلع لك ام بي سي انفيدر. هو مش ام بي سي ومش انفيدر، ولكن هو واحد من السولز اللي ميتين هون. تمام فقبل ما اعمل اي شيء فوت في الضباب هون. اوكي راح تلاقي المكان كلياته فيه الحجار هاي. الحجار هاي بتكسرها. طبعا قبل ما تعمل اي شيء تعال على الغرفه هاي حتلاقي البونفاير، فخذ البونفاير. هلا الحجار هاي هون في سكيليتونز راح يضلوا يعملوا سبون. اوكي شايفين هاد جرس السكيليتونز راح يضلهم يدقوا هذا الجرس. وهون هذا التمثال في عليه نايت، فطول ما الجرس برن راح يضلوا يطلعوا هدول الانيميز. فانت اللي بدك تعمله بدك تكسر التماثيل هاي عشان السورسرر هدول ما يضلهمش يطلعوا. اوكي بتطلع هون
هلا هذا صحي لانه في تمثال عليه نايت، بدنا نروح نكسره عشان ما يضلوش يطلع. هون جرس جرس، شايفين انا ضربت النايت، انا ضربت الجرس سوري، فطلع الانمي. اوكي افترض انه في كمان تمثال عليه نايت لوير. تمام، فهلا تكونوا كل التماثيل تفجرت، اي جرس بلن ما راح يطلع من عندك اي انمي. راح اجيب تورتش معي عشان بس تشوفه، انا معيش وقت كثير للتورتش، ولكن انا كنت مخبي تورتش للمنطقه هاي. هلا هذا بس صحي الزلمة اجا ضرب الجرس هذا، بس كونه احنا فجرنا كل التماثيل اللي عليهم نايت ففيش حدا تاني راح يصحى. اوكي تايتانايت شارد، في كمان لوت هون، انتبهوا من هدول الاشباح اللي بتطلع من الحيط، مش كتار هم بس حيكون في منهم كم من واحد. اوكي هون في كمان لوت، هون في عنا سلم، هلا راح نطلع عليه كمان شوي، لا اطلع عليه هلا، لا كمان شوي. ليش ليش بتدق الجرس ليش؟ هلا بس عشان اضرب لكم مثال وتشوفوا، سيت لايت على طول راح يطلع عندك هون واحد من السولز. تمام، فانت كل ما تولع تورتش واحد من السولز هاي راح تطلع عندك. تمام، هلا لو تيجي هون طلع تحت في عندك بلاتفورم فدروب داون كارلت انتحرت، برافو عليك كارلت. هون تاخذ السبايس، بدك تنزل ولا كيف؟ اوكي مش معقول هو ضرب وقعني. طب تعال انزل، اوكي اطلع من هون. فتح صندوق، تاخذ فاير سيد، تاخذ كمان لوت. اوكي هلا هيك خلصنا هذا المكان، فزي ما حكيت هذول بدك تولعهم تقتل الام بي سي، اتس اوكي اب تو يو، الموضوع برجع لك. ارجع فوت من هون، هلا بدنا نطلع السلم. عندك هاي اقتلها، اوكي هلا بس تنزل تحت نفس الاشي، في عندك تماثيل وفي عندك انديد وفي عندك كل اشي، فبدنا نعمل نفس اللي عملناه قبل شوي. اوكي
اوكي راح استخدم ريبير باودر على السريع. اوكي تاخذ رينك بلس 2. قديش مؤذي. اوكي هيك خلصنا الغرفة الثانية. تيجي هون هاي هيدن وول حامل لنا انفيد. طبعا الانفيدر راح يكون هناك. هيو نيمليس يو سيرفر احنا قتلناه قبل هيك. ارجع على الهيدن وول تلاقي هون صندوق. تاخذ الافلين اخيرا اخذنا الافلين. كان لازم اعمل تريست انا على فكره. مش هذا مش منطق اللي عم بصير. اوكي طبعا هذول الاشياء حيكونوا معبيين هذا المكان فانتبه. فقد في كمان واحد هون. هيو هون اذا بتطلع في خيال واحد على الارض فاضربه بموت. اوكي هلا الغرفة هاي نفس الاشي راح يكون فيها الاعداء اللي بيطلعوا من الحيط. في واحد حيطلع سموير على اليمين على الشمال. ايوه هلا هون عندنا منهم اثنين هذول اللي حاملين الشيل. أنا عشان هيك كان بدي سكارلت تيجي معي. اوكي هاي الأول مات. أصلا سكارلت ما بتلبن. هاي الثاني مات. هون في كمان واحد من الانيميز. حلو موت عند سلكي. هون في كمان واحد. بصراحة هذول شو وظيفتهم انا ما بعرف ولكنهم موجودين. هلا هون لما تنزل تحت راح تنزل على نفس المنطقة اللي كانت جنب البون فاير. اوكي جراس واندد وفي كثير تماثيل. وفيها هي عبارة عن غرفة مدورة وفيها خمس مخارج. واحد من المخارج بوديك بفتح لك شورت كات للبون فاير.
فأنا هذا اللي راح أعمله، راح أحاول أروح على البونفاير بعدين أرجع أخلص المنطقة هاي. بس أي إكزيت منهم I am not sure، فبدي أمشي فيهم واحد واحد. مش هاد أوكي، ولا هاد، هاد ولا هاد، يبقى هاد الرابع 100%. تيجي هون فول ليفر، افتح لك البوابة. هلا هناك ستريت بتروح على البوس هون على اليمين، بس الغرفة بدنا نفضيها. خليني ارجع اعمل ريست عشان السلاح ما يضل يخرب. اوكي شوف الوقت 21. خلص انف. الحلقة الجاي بننظف الغرفة اللي كنا فيها وبنقتل البوس. تمام، فلحد هون كان معكم جميل. لو عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها وقت ثرو اكتبولي في الكومنتس. بنشوفكم في الحلقة اللي جاي. سلام.